في شأن آخر، قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه جرى الانتهاء من تنفيذ 11280 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة، بخلاف 648 وحدة سكنية جاري الانتهاء من تنفيذها بالمشروع. وأوضح الوزير أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعي، وهي مدرسة للتعليم الثانوي وحضانة وسوقان تجاريان ونقطة شرطة ومسجد ومركز شباب، بالإضافة إلى بعض الخدمات. وأضاف وزير الإسكان أنه بلغ إجمالي الاستثمارات بمدينة أسيوط الجديدة 4,100,000,000 جنيه، بينما تبلغ خطة العام المالي 2018-2019 نحو 213 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه جرى تنفيذ كامل البنية التحتية للكتلة الحالية والتوسعات الجنوبية الشرقية للمدينة، وجري الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية لتوسعات جنوب غرب المدينة. ينضم إلينا هاتفيا المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. أهلا بك باشمهندس. اهلا بحضرتك فندم. اذا مدينة اسيوط الجديدة هو مشروع هام للغاية، عدد كبير من الوحدات ايضا مرفقة بعدد كبير من الخدمات، مدارس، حضانة، اسواق تجارية، مساجد، ايضا مراكز للشباب. كيف تصف المرحلة التي نفذت في المشروع حتى الان؟ طبعا يعني اللي بتنفذ مدينة اسيوط الجديدة وزارة الإسكان بدأت تنفيذها، وكان تنفيذها الإدارة العمرانية ومؤسسة وزارة الإسكان. المدينة تنفذ فيها في الفترة الأخيرة في السنتين اللي فاتوا 11,282 وحدة إسكان اجتماعي اللي سيادتك أشرت ليهم، وجاري تجهيز وتسطيب 648 وحدة اللي هم حوالي 27 عمارة في التوسعات الجديدة في المدينة. طبعا ده نظرا للتوسع السكاني. مدينة أسيوط الجديدة هي طبعا الظهير الصحراوي الشرقي لمحافظه اسيوط، وفي اقبال كبير عليها نظرا لان في توسعه زراعيه، يعني توسيع الرقعه الزراعيه المرحقه بالمدينه وتوسيع للتنميه الصناعيه في المدينه. علشان نقدر نستوعب الكثافه السكانيه في المحافظه، طبعا حصل ان يبقى في ظهير صحراوي للمحافظه عشان يستوعب الكثافه السكانيه اللي اقبلت على المدينه من وقت انشائها، للتنميه الصناعيه اللي بتحصل والتنميه الزراعيه اللي بتحصل، وده باين من الاقبال. نتكلم بلغه الارقام علشان المشاهد اللي بيسمع حضرتك واللي بيسمعها دلوقتي يعرف قد ايه حجم المدينه وقد ايه السكان الموجودين. المساحه المبدئيه للمدينه كانت 30,000 فدان. الكتله العمرانيه كنا بنتكلم في 6,000، دلوقتي وصل 9,000 فدان. عدد السكان تجاوز 40,000 نسمة حاليا في المدينة، ده طبعا إشارة إن في إقبال كبير جدا على المدينة دلوقتي. مستهدف إن المدينة دي تستوعب فوق 750,000 نسمة، يعني إحنا بنقرب من مليون نسمة. أيوة. لأن المدينة بتبعد عن أسيوط القديمة ما بيزيدش عن 15 كيلو، فإحنا بنتكلم في مدينة ملاصقة أوريدي المكان كان مسكون ومعمور. المدينة حاليا فيها كثافة سكانية عالية جدا. وزارة الإسكان مش بتنفذ المدينة في الصحراء أو في الظهير الصحراوي وتبع، لا. أيوة. مهندس عمرو خطاب هل ما زلت معنا؟ طريق الصعيد للبحر الأحمر. هنتكلم في توسيع سكاني وتوزيع للرقع السكانية في المنطقة، وتوزيع جيد كمان للتنمية. حضرتك بتقول ان احنا بنستهدف اكتر من 750,000 يمكن مليون نسمة تعيش في هذه المدينة، هم كم مرحلة لتنفيذها؟ احنا حاليا شغالين في المرحله الثانيه. في مرحلتين كمان ان شاء الله. المرحله الثانيه اللي هي جنوب غرب المدينه. جنوب غرب المدينه في عندنا توسيعتين للمدينه بيحصلوا دلوقتي، جنوب شرق، وده خلص خلاص بالكامل المرافق فيه وجاهز للانشاءات وللتسكين. وجنوب غرب اللي اشرنا لسيادتك اشرت فيه في الخبر دلوقتي، الرقعه السكانيه اللي موجوده دلوقتي او الكتله السكانيه مخدومه بالكامل من شبكات ميه، يعني بنتكلم في شبكات ميه 364 كيلو، شبكات صرف 260 كيلو متر شبكات بمحطة رفع خاصة بيهم. وطبعا برضو حابب اربط على حاجة مهمة جدا، ان قبل ما بننفذ المدينة بيكون في جميع الخدمات من مية صرف شبكات صلاة، ففي حاليا حل اتعمل زمان حل عاجل للصرف الصحي، دلوقتي بقى في حل دائم، محطة من المحطات اللي اعلن عنها السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان انها دخلت الخدمة بتخدم المدينة. وبطاقة انتاجية حوالي 52,000 متر مكعب في اليوم عشان تستوعب الكثافه السكانيه المستقبليه اللي هتحصل. بنتكلم في شبكات كهرباء حوالي 1600 كيلو متر شبكات كهرباء بمحاولاتهم جاهزه للاستخدام. طبعا بتخدم الكتله السكانيه القديمه وبتخدم الكتله السكانيه الجديده. عندنا داخل المدينه 324 كيلو متر طرق، شبكات طرق
داخل المدينه وخارج المدينه، طرق محوريه داخليه وطرق خارجيه توصلها بالمجتمعات الرمليه المحيطه بيها لحد البحر الاحمر. عندنا 232 كيلو متر شبكات اتصالات، فالارقام بتوضح للمشاهد قد ايه الظهير الصحراوي دلوقتي بقى فيه اقبال شديد عليه. عندنا مصانع شغاله، وعندنا تحت الانشاء 50 مصنع براس مال حوالي 20 مليون جنيه لسه تحت انشاء، وطبعا ده هيوفر فرص عمل كتير ويوفر فرص اسكان ويوفر فرص ان الناس تبدا تتشجع تخرج من الوادي الضيق. صحيح، يعني دي نقطه مهمه جدا المهندس عمرو خطاب، يعني توفير ايضا يعني وسائل المعيشه، يكون في فرص عمل، يعني لا يكون مشروع اسكان وفقط. بالظبط كده، زي ما حضرتك اشرت برضو قبل ما نخلص مشروع الاسكان الاجتماعي ونعلن عنه للحاجزين، بيكون في مدرسه، تعليم اساسي ثانوي، حضانه، نقط شرطه، مدارس، اسواق تجاريه، اسواق تجاريه. لسه برضو في الخبر اللي سيادتك اشرت ليه، في سجل مدني اتفتح وجزء صحيح حكوميه عشان هعمل تنميه صناعيه في المدينه دي، يكون في مصالح حكوميه موجوده. وكمان في وضع حجر اساس لنادي هيئه قضايا الدوله، وافتتاح منفذ بيع امان التابع لوزاره الداخليه لبيع السلع الغذائيه. يعني احنا بنجهز لافتتاح اكتر من منفذ، مش المنفذ ده الوحيد. تمام، علشان يخدم منطقه 42 عمار وابن بيتك، اللي كانت الناس بتشتكي تقول يا جماعه ابن بيتك المشروعات ما فيهاش خدمات. لا، في خدمات اتعملت من جميع، في تضافر لجهود الدوله بالكامل. يعني منفذ امان ده تبع وزاره الداخليه، أيوه. تضافر لجهود الدوله بكل فروع خدمات الدوله تتضافر عشان تخدم المجتمعات العمرانيه اللي بتنشئها الدوله ووزاره الاسكان في الضريح الصحراوي وفي المدن، في سواء في وجه بحري او في وجه ابن. وفي اهتمام ايضا بانشطه ثانيه متنوعه، يعني المفروض انها تكون موجوده وهي بالفعل غالبا بتبقى موجوده، صيدليه، كافيتيريا، قطع غيار سيارات، بويات، حدايد. مش امبارح كنا بنتكلم على غرب اسيوط، وهنا النهارده بنتكلم على اسيوط الجديده. يعني زي ما وزاره الاسكان شغاله في مدن الجيل الرابع برضو بتعيد وبترفع كفاءه وخدمات الجيل المدن اللي اتعملت قبل كده. برضو ما بنهملش البيئه اللي الانسان بيعيش فيها، في ملاعب بتتعمل، في متخللات خضراء بين العمارات، في خدمات لكل الانواع، لكل الخدمات المطلوبه في الاسكان. علشان لما يبقى حد هيفكر يعمل نقله او اسكان، يسكن في مكان تاني او يغير مكان مجال عمله او يغير مكان سكنه، ويبقى في خدمات متاحه، ما يقعدش يفكر الف مره ويفكر ازاي هيعمل ايه في المكان اللي الحقيقه ان احنا شايفين يعني صور المدينه قدامنا المهندس عمرو خطاب، وهي يعني تدعو للفخر ما نراه. بالضبط كده يا فندم، ربنا يكرمك. وطبعا يعني ان شاء الله يكون في دايما توسع في المدن القديمه وتوسع في المدن الجديده الرابع، وخدمات متاحه على مستوى يليق بالمواطن المصري، يقدر يعيش في كل المدن الجديده المتاحه. حضرتك عارف ان كنا قلنا بالارقام قبل كده ان المدن الجديده فيها تستوعب دلوقتي حوالي من 8 ل 9 مليون نسمه، واحنا بنستقبل كل يوم اكتر من العدد ده ان شاء الله. يعني من المنتظر ان تنتهي جميع المراحل في مدينه اسيوط الجديده امتى يا باشمهندس؟ يعني ساعه الهدف لمدينه اسيوط للتنميه المتكامله، احنا بنتكلم في المرحله الثانيه خلال سنتين، المرحله النهائيه او سنه الهدف الاستيعاب الكامل للسكان بنتكلم سنه 2050. دي سنه الهدف في التخطيط العمراني للمدينه. طبعا بيبقى في تخطيط مستمر وتعديلات في التخطيط طبقا للكثافه السكانيه وطبقا للاقبال على المدن وطبقا يعني في معايير كتير بيتم اتخاذها اثناء تطوير المخطط العمراني لكل المدن الموجوده. طيب مهندس عمرو خطاب، يعني هذه المدينه مدينه اسيوط الجديده، يعني ما رايناه وما قلته حضرتك يعني شيء هام للغايه، لكن ايضا هناك مدن اخرى يمكن في الصعيد، محافظات اخرى في الصعيد تحتاج الى مثل هذه الخطط. ما خطط وزاره الاسكان فيما يتعلق بصعيد مصر بصفه عامه؟ فيما يتعلق بصعيد مصر، احنا كنا اتكلمنا امبارح ان وزاره الاسكان بتنفذ مدن الجيل الرابع، في اربع مدن جديده في مدن الجيل الرابع اللي هي بتبقى غرب النيل، برضه امتداد صحراوي للمدن القديمه بربطها بشبكه طرق، وفي المدن الجيل اللي قبل اللي تنفذ دلوقتي المدن الاقدم كده شغالين فيها في توسيعه ورفع خدماتها. فعندنا حوالي، لو بنتكلم في الصعيد بس، بنتكلم في حوالي 11 مدينه بيتم ما بين رفع كفاءه وزياده خدمات وزياده حالات سكنيه وزياده محاور تنميه، وما بين انشاء جديد زي مدن الجيل الرابع اللي اتكلمنا عنها امبارح، زي مدينه غرب اسيوط وغرب اللي اتكلمنا عنهم امبارح. بشكرك. نعم، هل تريد ان تضيف شيئا مهندس عمرو خطاب؟ طبعا احنا امبارح هنقدر في خلال فترات قريبه ان شاء الله هنقدر نعلن عن مدن ثانيه، الفاشني وملوي، وطبعا دي مدن جديده من مدن الجيل الرابع اللي تتمتع بخدمات ذكيه وبخدمات وجوده الحياه بالنسبه لمدن الجيل الرابع. طبعا مدينه اسيوط الجديده هي ايضا من مدن الجيل الرابع.
مدينة أسيوط الجديدة هي من المدن اللي تم إنشائها قبل مدن الجيل الرابع، ولكن يتم رفع كفائتها إلى هذا، رفع الكفاءة وتطبيق نفس نوع الخدمات اللي بتتم في مدن الجيل الرابع بنفس الكفاءة إن شاء الله. إمتى هيتم تسليم الوحدات يا باشمهندس؟ حضرتك هو طبعا الوحدات بتتم تسليمها تباعا طبقا للإعلانات اللي بتصدرها لوزارة الإسكان، سواء حسب على محور الإسكان الاجتماعي يبقى بيصدر بينزل إعلانات طبقا لصندوق الإسكان الاجتماعي، وطبعا الاعلانات شغاله باستمرار بتعلنها الوزاره باستمرار للوحدات، لكن احنا عندنا دايما بنراعي ان التنفيذ يتم خلال سنه. اي مشروع بيتم اسكان اجتماعي التنفيذ 12 شهر، في خلال 12 شهر بيتم الطرح للمستفيدين، بيتقدموا المستفيدين، بيتم بحث الحاله الاجتماعيه ده بالنسبه للاسكان الاجتماعي، ويبدا يخش في اولويات التسليم طبقا للاولويات اللي موجوده عند صندوق الاسكان الاجتماعي. في محاور ثانيه زي سكن مصر وزي دار مصر وزي طبعا قطاع الاراضي للقطاع الخاص وغيره، طبعا الكلام ده كله بيحصل تباعا بعد كده. لكن الوحدات اللي بنتكلم عنها النهارده هنتكلم في شهور، يعني ما بقاش زي زمان بنتكلم في سنين وثلاثه وسنتين وثلاثه واربعه، لا احنا بنتكلم في شهور. 12 شهر تنفيذ، خلال 12 شهر بيبدا التشطيبات تخلص، بيبدا الاعلان عن الوحدات، بيبدا في قائمه اولويات للمستفيدين، بيخش بعد كده طبقا للاولويه بيخش يستلم وحداته في خلال سنه سنه ونص بالكثير. بنتمنى لكم التوفيق وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان.